بعد التوقف لأزيد من سنتين بسبب جائحة كورونا، اليوم يتم العودة من جديد إلى المعارض الإقليمية هنا بجهة سوس مسا، والبداية بتردنت، حيث أعطيت اليوم 25 يوليوز الانطلاقة الرسمية والافتتاح لهذا المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية، والذي حضره كل من رئيس الغرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس مسا الحق الخوي، وكذلك رئيس المجلس الإقليمي لتردنت، ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، ورئيس المجلس الإقليمي لشتوكا إتبها، بالإضافة إلى المدير الجهوي للصناعة التقليدية، وكذلك نائب رئيس جماعة تردنت، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السياسية والجمعوية بإقليم تردنت. هذا المعرض الذي يعد فرصة للصانع التقليدي لإبراز منتوجاته، هذا الصانع الذي عبر لميكروفون شتوكا بريس عن سعادته بهذه العودة الميمونة. تم تدشين هذا المعرض الأول للصناعة التقليدية الإقليمي ديال تردنت. هذه المحطة هذه التسويقية اللي كتجي في إطار تشجيع صانعات والصناع التقليديين بالإقليم وبالجهة لتسويق واستئناف تسويق المنتوجات ديالهم ديال الصناعة التقليدية. اخترنا هذا المدة الزمنية وهذا التاريخ نظرا لتواجد واحد المجموعة ديال الجالية المغربية هنايا، وكذلك السياح اللي كيجيو لتردنت. كذلك المعرض فيه واحد المجموعة ديال المنتجات اليدوية ديال الصناعة التقليدية اللي تحفتها الأيادي والأنامل ديال الصناع التقليديين على مستوى الإقليم وعلى مستوى الجهة. كذلك كاين تنظيم دورات تكوينية اللي غادي تكون في هذا المعرض هذا، وغادي يكونوا كذلك ندوات حول الورش الملكي ديال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وكذلك غادي يكونوا تكريمات ديال الصناع التقليديين اللي أعطوا الكثير للصناعة التقليدية خصوصا في إقليم تردنت. هذه محطة أولى اللي كنتمناو وكان ندعو الزوار باش يزوروا هذا المعرض هذا ويقتنيوا المنتوجات ديال الصناعة التقليدية بإقليم تردنت. غادي نحن في فعاليات المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية هذا الذي تنظمه الغرفة الصناعة التقليدية والخدمات جهة سوس مسا. الحمد لله هذا المعرض هذا اللي في دورته الرابعة، اللي هذه الدورة في الحقيقة عرفت واحد التنظيم متميز ودرجة تضافر الجهد بين جميع الشركاء، وكذلك الحمد لله التنوع ديال المنتوج المعروض اللي هو متنوع. هنا كمجموعة الصناعات التقليدية، الصناعات الجلدية، صناعات الفخار، صناعات المجوهرات والحلي، كذلك المنتوجات اليدوية والمنتوجات المحلية. الحمد لله هذه الدورة عرفت إقبال كبير من الزوار. نهار الافتتاح كان اليوم اللي هو اليوم الافتتاح كان تبارك الله جمهور غفير، كان مجموعة ديال الساكنة اللي حجت لهذه الفعاليات هذا المعرض الإقليمي الصناعة التقليدية. إذا من هذا المنبر تنشكروا غرفة الصناعة التقليدية رئيسا وأعضاء على هذا 25/7/2022 تنظم الغرفة الجوية للصناعة التقليدية بشراكة مع المجلس الإقليمي وبلدية تردنت معرض المنتوجات الصناعة التقليدية. المعرض اللي كان المعرض الأول اللي حلاني 67 ليستونغ 67 مشارك اللي إقبال كوت الأغلبية سميتو كلش كانت كله متنح الجهة نسوس مسا. الحمد لله نتمنى المعرض هذا ديش حلي تقريبا يستمر من غير 31 لفان دي موا. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. مدينة تردنت بدعوة كريمة من رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية في إطار المعرض الإقليمي ديال تردنت للصناعة التقليدية. في الحقيقة جد سعادة باش أننا نحضروا معهم في هذا اللقاء هذا وفي هذا المعرض اللي كيبرز المكنون ديال الصناعة التقليدية بمختلف الأقاليم ديال الجهة. سعداء جدا باش نحضروا، سعداء جدا باش نشوفوا المنتوج التقليدي وكيفاش تطور وكيفاش كيحاولوا الصناع التقليديين باش انهم يبرزوا المواهب ديالهم. وفي الحقيقه هذه مبادره تستحق كل التقدير وكل التنويه
نتمنى ان شاء الله ان تعقبها معارض اخرى على مستوى مختلف الاقاليم ديال المملكه وبالخصوص في الاقاليم ديال جهه سوسمة. سواء نحن مقبلون كذلك على معارض بالنسبه لاقليم تيزنيت في اطار شراكه مع الغرفه الجهويه، معرض ديال الصناعه الجلديه، معرض ديال صناعه الفخار، معرض ديال الصناعه الفضيه، والمعرض كذلك ديال اللباس التقليدي. هاد اليوم كنحضروا الافتتاح ديال هذا المعرض ديال الصناعه التقليديه اللي انضمت المديريه الغرفه غرفه الصناعه التقليديه الجهويه، واللي جمعت فيه واحد المجموعه ديال الحريفيه والناس اللي كيشتغلوا في الصناعه التقليديه، سواء فيما يتعلق بالزرابي، النقران، النقش على الخشب، يعني جميع الحلي وجميع الحرف التقليديه اللي باقيه يعني في الجهه، واللي شفنا تبارك الله يعني واحد الصانعين تقليديين في المستوى العالي جدا، واللي منتجات ديالهم جدير بالتشجيع سواء من طرف يعني السكان او من طرف يعني المجالس الاقليميه او الجهه والغرف مجلس الجهه والغرف والغرفه الفلاحه غرفه الصناعه التقليديه الجهويه. وهذه المعارض هي اللي يمكن باش تعطي يعني واحد الدفعه للتعريف اولا وللاشار ول يعني. السلام عليكم، معكم نور الدين الفخاري. الفخار احنا جينا من اولى التيمه للمشاركه في هذا المعرض، وحنا في هذه الحله هذه متعطشين مع كورونا، احنا متعطشين لهذا المعرض هذا، وحله ديالو زوينه. وكنشكروا المجلس الجماعي، المجلس البلدي، كنشكروا الجهه المديريه، وكنشكروا الغرفه، وكنشكروا كاع الناس اللي نظموا من قريب ومن بعيد، ونشكروا الصحافه السي مصطفى الله يجزيه بخير اللي ديما حاضر. نشكا نشارك حماس المعرض ترودانت سما سليمان توجات نح لندر نح الزيوت بريمات الكريم تازولت الصابون، المهم كل المنتجات المجاليه. دعوتي الكريمه من الاخ عبد الحق الخاوي رئيس غرفه الصناعه التقليديه الجهويه، حضرت اليوم فعاليه افتتاح المعرض الجهوي للصناعه التقليديه المقام هنا بمدينه تالودانت. هذا المعرض الذي يشكل فرصة بالنسبة للصناع وكذا الحرفيين الذين تأثروا بجائحة كورونا، وربما فهذه فرصة ليتلاقوا ويصلوا الرحم فيما بينهم، وكذلك فرصة كذلك لتسويق منتجاتهم نظرا للإقبال الجالية، سواء جالية تالودانت على في ربع المملكة وكذلك الجالية المقيمة بالخارج. شخص السيد محمد بن حسين أبو لجام رئيس صناعة تالودانت. الرئيس